بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، ينطلق الشوط السادس بمشاركة 14 راس كأس عين سنان للخيل المهجنة لاصل انتاج محلي تكافؤ لمسافة 2200 متر عن دفاع للمراكز الأولى في محاولة التقدم على ما يبدو لي هنا من خلال رقم 13 ارتقاء. نشاهد ارتقاء مع المدرب محمد خالد الأحمد، ملك السيدة صبحية عوض إبراهيم والخيال إدواردو بيدروزا، أيضا محاولات من الجهة الخارجية من عين جالوت رقم 10 المدرب عويضة سالم الهاجري، ملك السيد ناصر عويضة سالم الهاجري والخيال أوليفي دونداني. المركز الثالث محاولات من رقم 6 على ما يبدو لي هنا شواهين من تدريب محمد بن حمد العطية، ملك السيد جاسم بن حمد العطية والخيال توماس لوكاسك. المركز الرابع الآن تقدم إلى المركز الثالث الحرقة رقم 1 مع المدربة المالكة السيدة العنود المالكي والخيال إيفان روسي. المركز الخامس نشاهد بالشعار البرتقالي متمرد المدرب جوليان سمارت، ملك السادة مربط إنجاز والخيال ماركو كازامينتو. بعد الانعطافين الأول والثاني نتجه نحو الانعطاف الثالث وقبل الأخير، نشاهد وإياكم محاولات هنا عين جالوت في الصدارة وارتقاء كذلك إلى المركز الأول مع المدرب محمد خالد الأحمد يبحث عن الانتصار مرة أخرى في هذه الأمسية. نشاهد وإياكم الشوط السادس كأس عين سنان للخيل المهجنة لأصل إنتاج محلي تكافؤ، ولا زلنا مع عين جالوت وارتقاء في المقدمة، متمرد كذلك يتقدم، قوافي أيضا محاولات محاولات المركز الرابع الآن وكير ومحاولات أيضا من الجهة الخارجية، الجهات تندفع نحو المنعطف الأخير. ارتقاء حتى الآن ترتقي للصدارة، محاولات قوية من متمرد سلالة يوم زين مع ماركو كازامينتو السادة مربط إنجاز والمدرب جوليان سمارت، ولكن ارتقاء حتى الآن في الصدارة، محاولات قوية من الشعار البرتقالي في المركز الثاني والثالث قوافي ومتمرد، والإعاز يبدأ في آخر 400 متر وأقل من ذلك. ارتقاء محاولات متمرد وأيضا مالك من وسط الجياد والمتابعة تأتي، هنا نشاهد ارتقاء ولكن متمرد قوافي أيضا يتمكن من المركز الثاني، متمرد ودخول هنا ومتابعة من القوافي إلى المركز الأول والصدارة والسادة مربط إنجاز والمدرب زهير محسن والخيال سفيان سعدي إلى كأس عين سنان للخيل المهجنة الأصيلة إنتاج محلي تكافؤ. مشاهدينا الكرام نشكر كرم حضوركم وتواجدكم، على أمل أن نراكم غدا بعون الله، كانت معكم تيما رشيد، إلى اللقاء. اليوم ألف مبروك الفوز ويتسلم كأس الخيال الفائز. نبارك للمدرب زهير محسن ويتفضل السيد خالد عبد العزيز الكواري ليتسلم كأس المدرب الفائز.
نبارك للسادة مربط إنجاز، ويتفضل الشيخ عبد الله بن مشعل آل ثاني ليتسلم كأس عين سنان للخيل المهجنة الأصيلة. ألف مبروك الفوز للسادة مربط إنجاز، وأيضا الشيخ عبد الله بن مشعل آل ثاني كأس عين سنان للخيل المهجنة الأصيلة، وصورة تذكارية جميلة للفائزين في ختام أمسية اليوم. مربط إنجاز وزهير محسن وأيضا سفيان سعدي ختام الأمسية. ألف مبروك الفوز للسادة مربط إنجاز.